تراسلين احتراما للحدود المرسومة بين القبائل التي تحترم بعضها البعض وتربطها عواصر المحبة والإخاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد عبد الله الفاضل، عضو التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث. طرينا الخروج باسم التنسيقية على الخارجية الإعلامية اللي مرقت بها اليوم مبارك أبو عيدة. ها هي تضيف ضحايا جدد أعضاء التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وتبيح دماءنا كوننا خارجون على القانون وغير قانونيين، نهدد السلم ونهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي. بنت العم مباركة الدكتورة الرئيسة الخيمة الكبيرة، من العيب والعار أن يصدر تصريح هكذا، تصريح منك أنت رئيسة الجهة اللي مفروض عليك أنك تمتصي غضب الساكن وأنك تفتحي باب ديال الجهة وتفتحي باب الحوار وتجيبي السلطات يقعدوا مع الناس ويحاوروا معها وينعتوا لها. الناس راهي ما هي ضد مصلحة عامة اللي تعدل، الناس خاصة لا حد يفتح لها أبواب ويناقش معها ويحاور معها. وانت دريك بحثي رقابنا، وبدل ما تكوني مع المجتمع المدني اللي طعنتي فيه ومع أهلك اللي طعنتي فيهم وتكلمتي كلام رجاج مسؤول كيف لعتي انت هي وزيرة الداخلية، انت المفروض فيك تعودي مع المجتمع المدني ومع الناس اللي انتخبتك وهو الجهات فيهم الله لك. انت الوحيدة اللي انفردتي بهذا التصريح، ما تكلمنا رأي جهة العيون لا الداخلة، من العيب والعار عليك أستاذ مباركة أنك تبيح دمان. اليوم رانا نحملك المسؤولية لأي انتهاك والله اختطاف والله قتل والله شيء تعرضنا له نحن أعضاء التنسيقية الثلاثة الصحراوية الثلاثة، لأنك بحثي دماءنا وأعطيتها الضوء الأخضر وهذا اختصاصك وهذه هي شغلتك يا مباركة. احنا كنا مبرئينك وحاسبينك عن واحدة منا، واليوم راك ظهرت على حقيقتكم. العيب والعار عليك أن تخرج بهكذا تصريح. نحذر ونبلغ الرأي العام في كل هذا الوطن الغالي على أن أحرار ندافع عن حقنا من حسيرة بالظلم والقبن. احنا نوجه رسالة للعالم عنا في وطن حر، وانتم تدوروا تنعتي عنا نقمعوا عنا ما قدوا نتكلموا. عيب وعار عليك مباركة.